ناخد حكايه صوره بقى. ماشي يا فندم. هنقف بقى كده حكايه صوره مع النجم محمد جمال. سريعا بقى الصوره اللي ورايا دي كانت ايه؟ دي كاس العالم هنا في مصر. الكره دي انت شايف ان انا راجع زعلان شويه. دي ماتش تشيلي. الكره دي كانت معايا انا وعملت فنت ودخلت. انت شبه حسام غالي جدا في الصوره دي. انا تخيلت حسام غالي مش رقم 2. فبقول لحضرتك انا راجع متضايق ليه؟ لان عملت فنت عديت من اللي معاه الكوره ده وبعدين شطها فجت في احمد مصطفى اللي هو معاه الكوره دي، يعني هو اللي شال الكوره، الكوره كانت رايحه في الجون فبعد ما جت فيه راحت للمدافع ده فخدها وطلعها، فانا كنت حتى تحس ان انا متضايق لان كانت هتبقى فرصه، كانت هتبقى فرصه كويسه جدا يعني. مقاولين. ده في المقاولين طبعا احسن ايام في حياتي. ده بابا اركو كان ساعتها واخد احسن مهاجم في مصر. كان فيلافيو وبعديه هو على طول. فكنت دايما الحمد لله فيها ميزه ان انا بمسك اصعب مهاجم موجود. ماسكه لما بص الحمد لله الشيرت بتاعه. الحمد لله. الصوره بعدها دي طبعا شرف كبير ليا، دوري عام 2000-2001 مع نادي الزمالك، ودي كانت اخر صوره ليا للاسف، وبعد كده سافرت بعدها تركيا يعني. تمام، دي كانت اخر صوره معانا في حكايه